يا رب يكون الخير، مستبشرة خير ان شاء الله، ان اللي جاي بإذن الله هيكون احلى كتير، ومصر مش هتقع ابدا، وهتفضل ان شاء الله عالية بإذن الله بولادها وبأهلها وبناس اللي بتجتهد علشان خاطر تعلي فيها ان شاء الله. يعني كان الألم له دور كبير في 2014 في تغيير المسار طبعا وتوعيات الشعب. ما هو القادم في 2014؟ الاعلام دايما ليه دور، يعني هو اللي بيعرفنا ايه اللي بيحصل، والناس اللي قاعده في البيوت هي اللي بتقدر تشوف من خلال الاعلام الصوره واضحه بالنسبه لها. 2014 2015 2013 الاعلام اكيد ليه دور كبير جدا في ده. تقييم حضرتك لشبكه تقييم؟ جميلة، وانتوا كان ليكوا، انا كان ليا لقاء معاكوا قبل كده في التكريم بتاعي السنة اللي فاتت، فيا رب دايما تبقوا في تقدم وفي احسن بإذن الله.